شكرا لكم زملائي في الاستديو، حياكم الله متابعينا مشاهدينا الكرام، متابعي برنامج صباح الشارقه ومنتظرين فقره السوق من سوق الجبيل، وتحيه لكل امهاتنا اللي يتابعونا حاليا في البيت. نبدا وياكم ان شاء الله هذه الجوله اليوم من سوق الجبيل، طبعا من قسم الاسماك، وعندنا هذا الخير اللي واصل توه ما شاء الله كميات طيبه من الخباط، واليوم ايضا السعر جدا طيب. سلام عليك، كيف حالك بيه؟ زين الحمد. كم عندنا الكيلو اليوم؟ هذا كيلو 27 27 درهم. شل طلع اسمك وحده ما شاء الله، شوفوا اليوم عندنا الخباط الكيلو على 27 درهم 27 درهم سعر الكيلو، يعني اليوم اذا باخذ خباط كامل كم يطلع تقريبا سعره؟ 75 80 درهم 75 الى 80 درهم، من 75 الى 80 درهم سعر الخباط عندنا اليوم ما شاء الله. شوفوا الكميه اللي وصلت عندنا اليوم الصبح في سوق الجبيل مشاهدينا الكرام، ما شاء الله اللي يبغى خباط اليوم الاحجام مختلفه، طبعا عندنا شوي صغار وسط وكبار، والسعر كله على 27 درهم اليوم 27. والقباب كم عندك اليوم؟ القباب 15. تعال هالصوت، تعال منه، خلي وجهك على الكاميرا ابوي. 15 القباب على 15 درهم، قبل كان على 25 ولا 15؟ 15 15 درهم، والسوم قبل كان على 20 و25، اليوم على 15 درهم. وهناك عندنا جش الصال بعد ما شاء الله، جش الصال كيلو 15 على 15 بعد كيلو على 15 اليوم عندنا الصال والاحجام الكبيره اللي يشوفونه ويانا حاليا. انزين وهناك شو عندك بعد؟ عندك العظيم هنا وعندك الجد في ستيل، في هذا يودر في موجود بعد. نعم. حمام هذا تشنات ما شاء الله. انزين عندنا اليودر كم اليوم؟ 30 والستيل؟ ستيل 40 الشنات 40 بعد الشنات سعره ثابت. وعندنا الحمام، هذا حمام 25 والجد؟ جد 10 درهم. والجش؟ جش 15 درهم على 15 بغيتوه كامله، وبغيتوا الجد مقطع على 15. جزاك الله خير. اذا ننتقل وياكم ايضا متابعينا ومشاهدينا الكرام الى دتشات ثاني، بنشوف شو عندنا اليوم من الاسماك اللي متوفره في هذا السوق المميز، طبعا سوق الجبيل في قسم الاسماك. نشوف عندنا هنا ما شاء الله اليوم عندنا التبان. السلام عليك، كيف حالك؟ كم عندنا ابوي التبان؟ التبان كيلو 10 درهم 10 درهم التبان، واحد يسميه الصده اليوم على 10 درهم. وعندنا هني سيف رندو كم بعد؟ 20 درهم 20 والموسى؟ موسى كيلو 20 درهم على 20 ايضا. وعندنا هنا التقوى ما شاء الله؟ التقوى 30 درهم 30 التقوى اليوم على 30. وعندنا الدوتش هنا؟ دوتش كيلو 10 درهم على 10 دراهم. ربيان مزارع ولا من البحر؟ مزارع. كم؟ 35 درهم 35 درهم. وعندنا الحاسوم؟ حاسوم 30 درهم على 30 اليوم 30. شيء قرفه شيء عندك اليوم ولا ما شيء قرفه اليوم؟ نشوف هني هاي الكميه من القرفه، وكم عندنا القرفه اليوم؟ قرفه كيلو 10 درهم على 10 دراهم على 10 دراهم عندنا اليوم القرفه مشاهدينا الكرام. تمام، ننتقل وياكم ايضا الى دتشه اخرى مشاهدينا، تعرفين ان شاء الله وياكم اليوم بعد على اسعار الاسماك اللي موجوده عندنا في سوق الجبيل، وشو واصل عندنا اليوم الصبح مثل ما شفت بدايه كمية الخباط اللي وصلت. وطبعا عندنا الكيلو على 27 درهم، وهني ما شاء الله عندنا اليوم بعد ايضا الجد متوفر. سلام عليك بيه، كيف حالك؟ ما شاء الله. على كم الجد؟ هذا رخيص 12 12 درهم 12. على 12 درهم سعر الكيلو. وعندنا هني بعد الشعري كم؟ شعري كيلو 10 على 10. هني عندنا الشعري، وعندنا ايضا الشخيري، والكيلو على 10 دراهم. وعندنا الفسكره، هذا فسكر هذا 10 بعد على 10 الفسكره. كل اسمه رخيص. الاسبوع اللي طاف او بدايه الاسبوع كان على 12 درهم، اليوم على 10 واحجام كبيره طبعا 10. على 10. زين والحدي كم عندك؟ هذا كيلو 25 25 الحدي نزل من 30 الى 25 درهم للكيلو. وهني عندنا ايضا الزبيدي ما شاء الله كيلو 50 على 50 مال ايران. نعم الكبار اليوم شويه على 50 درهم. وهناك عندنا التقوى قلنا اليوم على 30، والجد على 10 ابوي هنا 10 على 10. وهني عندنا اليمه كم؟ 11 درهم 12 سعر على 12 درهم 12 درهم. وهني عندنا ايضا على كيلو 6 درهم 6 دراهم اليمة اليوم على 6 دراهم ما شاء الله، كميه طيبه ايضا من اسماك اليمة. ننتقل وياكم ايضا متابعينا ومشاهدينا الكرام الى دتشات اخرى، بنتعرفين ان شاء الله وياكم اليوم على اسعار الاسماك الموجوده، واليوم مثل ما خبرناكم ايضا في اقبال على السوق ما شاء الله من الزباين اللي يشوفونا ويانا. هني بعد هذا مسوي لكم عرض الكيلو على 27 درهم للخباط مثل ما قال اخونا هناك، وايضا هذا المحل هنا او هذه الدكه تبيع الاسماك كامله او ايضا مقطعه على 27 بعد ال 27 كيلو 27 ها؟ والقباب؟ قباب كيلو 15 15 اليوم على 15. والجش كم عندك هنا؟ جش كيلو 10 درهم على 10 على 10 دراهم عندنا الجش. السلام عليكم.
كيف الحال؟ طيب الله يا مرحبا حياك الله. من العراق؟ من العراق. نعم الله يطول عمرك. اسم الكريم عفوا؟ حجي علي اليعقوبي. حجي علي اليعقوبي. علي اليعقوبي، يا مرحبا اخوي علي، كيف حالك؟ مرحبا. ما شاء الله منور السوق اليوم اخوي علي. الله يخير بوجودك. الله يسلمك. شو خذيت من السمك؟ شو اليوم؟ والله دائما انا احب السمك البحري يعني دائما. ما تبون السمك البني خلاص؟ لا البحري بعد هو متميز. مشهورين فيه بعد لا لا متميز هذا البحري يعني. نعم. الله ينعم عليكم هاي النعمة هالكثيرة. آمين وياكم يا رب. الله يبارك. شو خذيت اليوم من الأسماك؟ السالمون ولا؟ والله أنا دائما أخذ الزبيدي يعني. الزبيدي. الزبيدي يعني الزبيدي. شو الطبق المفضل اللي يسوونه؟ يعني هو هذا سبق الزبيدي، إما شوي إيه؟ وإما في قلي يعني. يا القلي يا شوي. إيه يا قلي. ما شاء الله بالعافية عليك إن شاء الله. منافك توفيق خوي علي. الله يخليك. جزاك الله خير. طبعا واحد من إخوان الزبائن اللي موجودين عندنا هني ماخذ أيضا الأسماك البحرية مثل ما قال، ماخذ عنده الزبيدي. وما شاء الله عندنا اليوم ايضا هذه الدكه عامره بالنغر والخثاق هنا. السلام عليك ابوي. كيف حالك؟ زين الحمد لله. ما شاء الله. خبرني شو الاسعار اليوم؟ كله 25 ربع. 25 ايوه. والخثاق نفس الشيء. النغر والخثاق اليوم على 25 درهم. كله 10 دراهم. القرفه اليوم قلنا على 10 دراهم. الحجام الطيب هذا اللي يشوفونه عندنا، وهني عندنا ربيان مزارع 35 كيلو. 35 ايوه. 35 درهم عندنا اليوم ربيان مزارع مشاهدينا. وايضا ننتقل وياكم في نفس الدش، لكن عندنا اليوم ما شاء الله ايضا الزبيدي اليوم الاحجام الكبيره. كم بوي الزبيدي عندك؟ 60 درهم على 60. ايوه ركز. في ب 50 وفي ب 60. هالباكستاني هذا ايوه كبيره يعني. باكستاني اليوم أيوة. على 60 درهم. وهني عندنا نص كيلو. نص كيلو ها؟ ايوه أبا نص ما كيلو. شاء الله. زين وهني عندك كم عندنا بوي؟ 20 سلطان على 20. ايوه 20. الحدي على 25 والعندقة على 20. 20 والحاسوم 30 ولا 25؟ 30 30 30. والقباقي في 40. 40 قباقي. ايوه هذا كبير حاسوم احجام كبيره وطيبه ما شاء الله اليوم عندنا. وعلى 20 ولا كم قلنا ابوي؟ هذا 30 درهم. 30 درهم دوم الحاسوم بين 30 الى 35 درهم سعر الكيلو، لكن اليوم على 30 درهم ايضا يعتبر شوي شبه ثابت السعر. والقباقي ايضا اليوم على 40 درهم. القباقي 40 ايوه 40. 40 كبيره ما شاء الله احجام كبيره. وعلى 40 درهم مدروح. اليوم سعر الكيلو ما شاء الله. جزاك الله خير. ننتقل وياكم ايضا متابعينا الى دكات ثانيه بنشوف اليوم ما شاء الله. انا خايف على المصور يطيح اليوم من العربايه اللي موجوده ورا. ما شاء الله نكمل وياكم ما شاء الله. نسير نشوف عندنا دكه الاسماك المستورده هناك، نشوف عندنا شو من الاسماك اللي متوفره. طبعا الفرمندي عندنا، البلطي عندنا، ايضا السيباس والسبريم كل شيء متوفر الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك بيه؟ ما شاء الله. خبرني شو عندك البلطي كم اليوم؟ بلطي اليوم 15. 15 درهم. يوم الاحد كان على تقريبا 16 17 16. اليوم على 15 درهم. قامت الاسعار تنزل طبعا بالنسبه لاسماك البلطي، السعر قام ينزل عندنا. متوقع يعني راح يوصل يمكن بعد حتلين الاسعار القديمه اللي كانت 13 و12 درهم، ما دام انه وصل حاليا على 15 درهم. وعندنا السيباس. سيباس 33. 33 السيباس. وعندنا الاسيان سيباس البرموندي. برموندي اليوم 20 قبل على 20. 20. نعم كان قبل سعر ثابت على 22، اليوم على 20 درهم مشاهدينا. وايضا عندنا هنا ما شاء الله السبريم 28. 28 الاحجام الصغيره. وهناك عندنا البوري او البياح المصري كم؟ 25. 25 سعر ثابت الى الان على 25 درهم سعر عندنا البوري او البياح المصري. طبعا يوم يوقف عندنا او ماشي موسم البياح تروم تاخذ البياح المصري، واللي ما جرب يجربه شيء طيب ما شاء الله بعد طعمه زين. وهني عندنا اخونا جنقير. جنقير السلام عليك. ما شاء الله اليوم عندنا مربيان، عندنا لابستر، اليوم كل شيء متوفر الحمد لله في سوق الجبيل. وخبرنا يا جنقير الاسعار. هذا كيلو 90 درهم. كيلو على 90 إيه. نعم قبل الصوم 110 115، اما الان على 90 درهم سعر الكيلو. ايوه انزين وعطنا هني بعد ربيان كم هذا 90 يو 5 هذا إيه. على 90 90 درهم يو 5. طبعا يعتبر من الاحجام الكبيره من الربيان او القشريات مشاهدينا. وهني قلنا على 90 درهم. وعندنا الفلاور هنا كم؟ هذا 70 درهم. 70 الفلاور إيه. واللي عقبه تاجر فلاور بعد هذا 80 فلاور كبير هذا واسود هذا 80. 80 وعندنا ايه. فلاور هنا هذا 60 درهم على 60 ايه. جامبو الابيض 60. 60 واللي عقبه فلاور هذا 50. هذا لا هذا الجامبو هنا كم قلنا؟ هذا 60 درهم. 60 والفلاور 50. واخر واحد الجامبو 45 درهم. 45 ايه. من 45 لغايه ال 90 درهم. اليوم عندنا اسعار الربيان مشاهدينا مثل ما تعرفون بدايه الاسبوع كانت الاسعار ايضا متقاربه، يعني ما في تغيير كثير على اسعار الربيان. اليوم عندنا اسعار طيبه ما شاء الله اليوم
السوق مثل ما خبرناكم شويه زحمه. مرحبا ابوي، كيف حالك؟ طيب يعطيك العافيه. ها شو ماخذ اليوم؟ شو اشتريت؟ كيف حالك؟ تعرفنا باسمك؟ وانت بخير. وانت بخير. ابو سعيد. ابو سعيد ايش حالك؟ ابو سعيد الله يبارك. اشوفك ماخذ لحم، ماخذ سمك، شو اخذت اليوم؟ سمك وماخذ لحم. ما شاء الله بياح اليوم عندك. ها غدا طيب ان شاء الله. بالعافيه ان شاء الله. بالعافيه. كيف حالك يا ابو سعيد؟ الله يبارك فيك. شو امورك طيبه؟ انت بخير. كيف السوق؟ شو تشوف السوق؟ الحمد لله زين. طيب كل شيء زين اليوم؟ زين يعني الحمد لله. ان شاء الله دوم زين الحمد لله. الله يطول لي بعمرك. يلا منخليك بعد خلص باقي مشترياتك. طول لي بعمرك. ايضا واحد من الزباين هنا تعرفنا عليه بعد وشفنا اليوم ماخذ اصلا مجموعه من الاسماك الطيبه. وهني عندنا ما شاء الله كميه ايضا واصله من الاسماك المستورده. طبعا عندنا هني السيباس الاحجام الكبيره، هذه على 50 درهم هني، هذا سعرين على 50 دائما. شو بوي في الصناديق هذه شو واصل؟ سيباس الكبير ولا الصغير هذا؟ الكبار للسيباس ما شاء الله. هذه اللي على 33 درهم. على 33 درهم طبعا. هاي الاحجام الكبيره والصغار على 28 وكميته وها واصله. والصناديق هذه، الصندوق هذا كم كيلو فيه؟ صندوق 10 كيلو. 10 كيلو. 10 كيلو في الصندوق، يعني تروم حتى تاخذ الصندوق كامل مشاهدنا العزيز. وان بغيته ايضا بالكميه مثل حبه حبتين بعد تروم تاخذ عندك الاحجام اللي موجوده هني هذه الكبار على 33 درهم. جزاك الله خير. ونزيد هناك شو عندك بعد بوي؟ الدش الثاني عندنا الشعري. الشعري مثل ما خبرناكم على 33 درهم الى الان، السعر ثابت على على 13 درهم. هذا المصق موجود عندكم هنا، الشعري اليوم على 13 درهم. والشعوم على كم هناك؟ هذا كيلو 20 درهم. على 20. على 20 الشعم ما شاء الله. والصافي صافي صافي اللي مشين بعد على 20 بعد. نعم. الصافي شيء طيب ما شاء الله. وعندنا الفسكره هذا ناخذها كيلو 10 درهم. على 10 اول 12 الحين ب 10 اول 12. نعم. السعر موحد تقريبا على معظم الدشات، بالذات عندنا الفسكره مشاهدينا الكرام او بنت النوخذه، سعر الكيلو فيها على 10 والصافي على 20 والشعري على تقريبا 13 درهم. وهني ايضا عندنا الشعوم وعندنا الفسكره وعندنا الحدي وهناك عندنا الشخيلي. الشخيلي على كم بوي عندك؟ هذا كله 15 درهم. 15 درهم. الشخيلي بعده سعره ثابت على 15 درهم. وهناك عندنا الهامور كم بعد بوي؟ 45 درهم كيلو. 45 هو امير هذه الكبار طبعا من القوارب الصيد الكبيره على 35 ولا 45 بوي؟ 45 درهم. 45 على 45 يا سلام. شيء طيب. هذا كم 3 كيلو يمكن؟ هذا 3 كيلو. 3 كيلو وشويه تقريبا. وهني عندنا ايضا الدش الثاني بشوف وياكم مشاهدينا. عندنا الشعري طبعا مثل ما خبرناكم، الشعري على 13. انا ليش هي اغطي الشعري؟ لانه من دشه الى ثانيه اشوف احجام مختلفه. عندنا الكراديس وعندنا الاحجام الصغيره ما شاء الله. شوفوا الاحجام اللي موجوده، شيء منهم الكبار وشيء منهم الصغار. وهذا طبعا من الشعري النوع الطيب طبعا اللي واصل عندنا اليوم مشاهدينا طبعا من قوارب الصيد الصغيره، والكيلو على 13 درهم. وعندنا الصافي كم قلنا ابوي؟ 20 ها؟ صافي كيلو 20 درهم. 20. والبياح هناك كم عندك؟ البياح هذا كيلو 15 درهم. 15 البياح. هذا مال عمان هذا. نعم على 15 جاينا يعني من سلطنة عمان. وهناك عندنا الجش ام الحلا كم؟ جش كيلو 30 درهم. على 30. الجش على 30 درهم اليوم، سعر الكيلو اليوم على 30 الجش واحجام كبيره، ويعتبر السعر ثابت مشاهدينا الكرام على بالذات عندنا الجش ام الحلا. وهني ايضا دكه ثانيه متابعينا الكرام وصلنا عندها هنا ما شاء الله، نتعرف فيها وياكم على اسعار ايضا الاسماك الموجوده. مثل ما قلنا الشخيلي على 15 درهم. بنشوف وياكم بس هنا النعيمي كم واصل سعره. النعيمي كم بوي عندك هنا؟ 25 درهم. 25 النعيمي على 25 والشعري على 13. انزين تعال بنشوف وياك الصيرم هنا شو واصل عندنا اليوم ما شاء الله. عسكر كيف حالك؟ الحمد لله. ما شاء الله يا عسكر، عندنا الشعري وعندنا الصافي وعندنا هني ما شاء الله الزريدي شرم ما تشوفون، عندنا هني وعندنا ايضا القفدار وعندنا الهوامير. عسكر كيف حالك؟ الحمد لله. اول شيء خبرني الصافي كم؟ صافي كيلو 25. 25 هنا. ايوه 25. وهنا عندنا الزريدي. الزريدي كيلو 40 درهم. 40 درهم اسماك حي طبعا. عندنا هنا الهوامير كم ما شاء الله؟ حمور كيلو 55 حي. 55 على 55. عندنا الهامور هنا مثل ما تشوفون، وايضا الشعري بعد بكميات طيبه والحمد لله. نكمل وياكم بعد هنا نشوف هذه الدكه مع اخونا عسكر. هني عندنا الصافي مثل ما تشوفون، حاطين لكم هذا الملصق الكيلو على 25 درهم. الصافي طبعا من الاسماك الطيبه واللذيذ واللي عليها طلب، ان بغيته للمشواي، ان بغيته صالونه، وان بغيته مقلاي، شو ما بغيت تستوي هاي السمك الطيبه. وايضا عندنا اليوم الجش ام الحلا وشيء طيب ما شاء الله يا عسكر. كم هنا عندنا؟ كيلو 30. 30 درهم. وعندنا البياح؟ بياح كيلو 20 درهم. هذا من العمان هذا؟
لا مال ملقين. مال مقيوين، عندنا العمان وعندنا مال مقيوين اليوم متوفر في سوق الجبيل، وهنا كم قلنا ب 20 بوي؟ كيلو 20 درهم. وعندنا الهوامير؟ عمر كيلو 45. 45؟ ايه 45 درهم. عندنا اليوم الهامور مشاهدينا الكرام والبياح ما شاء الله، شرى ما تشوفون البياح هذا مال مقيوين، شوفوه شوفوا السمكه ما شاء الله، سمكه سمينه وطيبه يا سلام. وعلى على 20 عسكر ها؟ على هاي كم فيها كيلوين يمكن عسكر؟ كيلو ونص تقريبا ما شاء الله، هذه تقريبا كيلو ونص فيها من الوزن. وهني عندنا مثل ما خبرناكم جش ام الحلا بعد هنا متوفر بكميه طيبه عندنا اليوم، واحجام مختلفه، شيء منهن الكبار وشيء منهن الصغار، واسماك طيبه ولذيذه. ان شاء الله تكونون تمرون علينا في هذا السوق ونتعرف وتعرفون بعد اكثر على هذه الاسماك والاسعار. شكرا يا عسكر، بارك الله فيك. اذا متابعينا ومشاهدينا الكرام وصلنا الى ختام هذه الفقره المميزه والجميله، فقره سوق الجبيل، وايضا نختمها وياكم من قسم الاسماك، تعرفون فيها وياكم ان شاء الله على اسعار الاسماك المعروض. اتمنى لكم ان شاء الله نهايه اسبوع طيبه واجازه سعيده علينا وعليكم متابعينا الكرام، ونرجع نكمل باقي فقراتنا مع الساده الزملاء في الاستديو، وحياكم الله.